المملكة اقتصاد قوي بمعدلات نمو قياسية وعلاقات تتسم بالعمق والثقة اللامحدودة تربطها بدول آسيا، ما فتح آفاقا واعدة للتعاون والشراكات لمستقبل مزدهر لدول القارة. نتابع. العلاقات السعودية الآسيوية تتجاوز المكاسب الاقتصادية لتشمل تموضعا استراتيجيا يضمن أمن القارة ويوسع نفوذها دوليا، دبلوماسية فعالة للحوار البناء وتحقيق المصالح المشتركة، اقتصاد قوي بمعدلات نمو قياسية وصمام أمان الطاقة عالميا، عوامل شكلت جميعها مرتكزات متينة لأفضل نماذج العلاقات الدولية التي تربط المملكة بالدول الصديقة والشقيقة ومنها بالطبع الآسيوية. تشابك المصالح بين السعودية والدول الآسيوية فتح آفاقا واعدة للتعاون على المستويات كافة، اقتصاديا تنمويا سياسيا وثقافيا، مع التركيز على أدوات المستقبل كالتقنية والتكنولوجيا والطاقة الخضراء، مجالات عززت استثمار الفرص والموارد على الوجه الأمثل وتنمية رأس المال البشري. جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الآسيوية خلال نوفمبر الماضي فتحت نوافذ جديدة في العمق الآسيوي بما لدوله من اقتصاد واعد ولمكانة المملكة ورؤيتها 2030 من قوة دفع نحو المستقبل، فسباق الشراكات النوعية معها لا يتوقف. أنا نسعى لتكثيف العمل المشترك لمواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويؤثر على أمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد. جاءت الجولة الآسيوية للأمير محمد بن سلمان امتداداً لاهتمام المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتنويع شراكاتها على قاعدة الربح للجميع والبناء على المشتركات لتوطيد الوفاق الإنساني قبل السياسي وتفعيل أطر التعاون والتشاور والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية والأمن والاستقرار لآسيا والعالم. دول آسيا الوسطى تسعى لكتابة تاريخ جديد بعناوين اقتصادية تناسب إمكاناتها الضخمة وتؤمن المستقبل المزدهر لشعوبها، ومع ثقتها في دول مجلس التعاون الخليجي تتجه بوصلتها إليها لجذب الاستثمارات. قلب العالم آسيا الوسطى التي تضم كازاخستان، أوزباكستان، قرغستان، تركمانستان وطاجكستان، منطقة جغرافية بأبعاد جيوستراتيجية، فرغم أنها مغلقة ولا تطل على أي من البحار المفتوحة إلا أن موقعها على بحر قزوين الغني بموارده يميزها. كازاخستان أكبر دولة غير ساحلية في العالم، ومع كثافتها السكانية المنخفضة فأغلب مساحتها راضي سهلية تؤهلها بمقومات كبيرة. اقتصادها يعتمد على النفط والغاز، حيث تعتبر من الدول الغنية بالطاقة واحتياطياتها. أوزباكستان جوهرة آسيا الوسطى وموئل القلاع الصامدة على طريق الحرير القديم، بلاد لها نصيبها من التاريخ والثقافة، تميزها مواردها الطبيعية وأراضيها الزراعية وثروتها الرعوية وإنتاجها الغني من القطن والحبوب. قرغستان بتضاريسها الجبلية وثرواتها المتنوعة بين الزراعية الرعوية المعدنية التي تتركز في إنتاج الفحم والذهب. تركمانستان بلد صحراوي إلى حد كبير، إلا أنها نجحت في تقوية ثرواتها الزراعية وإنتاج القمح والقطن. اقتصادها يصنف بين الأسرع نموا عالميا لما تمتلكه من موارد نفطية ضخمة ومخزون كبير من الغاز الطبيعي، ما فتح أمامها أبواب الشراكات شرقا وغربا. طاجكستان بلد زراعي رغم تضاريسه الجبلية، إلا أن ما يميزها إنتاج الطاقة المتجددة بموارد مائية ضخمة تتصدر بها آسيا الوسطى، حيث تمر 65% من موارد المياه للدول الخمس عبرها مع بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية وتصديرها. الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
كما ارتبطت آسيا الوسطى بالحضارة الإسلامية منذ القرن السابع الميلادي حينما فتحها العرب المسلمون وأطلقوا عليها بلاد ما وراء النهر، فغالبية سكانها حتى يومنا الحالي من المسلمين. دول غنية، غنية بالتراث المتنوع والموارد البكر، تسعى لكتابة تاريخ جديد بعناوين اقتصادية تناسب إمكانياتها الضخمة وتؤمن المستقبل المزدهر لشعوبها. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. ستنطلق خلال الساعات القادمة وفي مدينة جدة القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا دول وسط آسيا الخمس، وهي أوزبكستان وتركمانستان وأيضا طاجكستان بالإضافة إلى كيرغستان وكازاخستان. تأتي هذه القمة التي ستبحث تعزيز التعاون والتنسيق أيضا في مختلف المجالات في ظل تزايد بالتأكيد الاهتمام وأيضا التنافس الإقليميين والدوليين بدول آسيا الوسطى الخمس، نظرا لموقعها وأهميتها الجو استراتيجية والثروات الطبيعية التي تمتلكها بالتأكيد هذه الدول، بما يؤهلها لقفزات تنموية كبيرة، حيث بدأ مساء أمس واليوم توافد قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي ووسط آسيا الوسطى الخمس على جدة للمشاركة في قمتهم الأولى التي ستنطلق بعد ساعات في جدة غرب السعودية لتعزيز التعاون أيضا والتنسيق في مختلف المجالات. وأيضا تم اكتمال وصول رؤساء الوفود المشاركين في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى. إذن أعزائي المشاهدين، بعد قليل أو بعد ساعات ستنطلق القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول وسط آسيا الخمس، وهي أوزبكستان وتركمانستان وطاجكستان بالإضافة إلى كيرغستان وكازاخستان، وتعتبر هذه القمة الأولى التي ستجمع دول مجلس التعاون الخليجي مع دول وسط آسيا الخمس والتي ذكرناها قبل قليل. هناك من تحدث من المحللين السياسيين والاقتصاديين أن هذه القمة تعتبر هي القمة ربما هي تكون تاريخية لما سيكون بالتأكيد على طاولة هذه القمة عدة ملفات تطرح، ومنها الملف السياسي والملف الاقتصادي. ونذهب إلى جدة، ينضم معنا من هناك مراسل الإخبارية عبد الله الخارجي. مساء الخير عبد الله، وأهلا بك معنا في هذه التغطية، وبالتأكيد الهواء لك، تفضل عبد الله. شكرا إسماعيل.
بالفعل احنا مستمرين داخل المركز الإعلامي في هذه القمة الخليجية مع دول وسط آسيا. ترقب كبير إسماعيل وعزان المشاهدين لهذه القمة وما سوف يكون مطروح على طاولة هذه القمة من القضايا وأيضا أبرز المستجدات في الشأن الاقتصادي والأمني وأيضا السياسي. نتحدث عن لقاء تشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، هذا اللقاء 18 الذي فيه كثير من الأطروحات ما يسبق هذه القمة، وبعدها قمة مباشرة داخل مدينة جدة. مدينة جدة تزينت لاستقبال هذه الوفود، كما ذكرتم كان هناك استقبال للوفود بشكل كامل، وتم وصول كافة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ويوم أمس كان هناك وصول لقادة دول آسيا الوسطى المشاركة في هذه القمة. الاستوديو في مركز الإعلامي سوف نتحدث من خلاله على أبرز المستجدات التي سوف تطرح على طاولة هذه القمة، وأيضا ما هي أبرز الملفات وأيضا التداعيات وقراءة للمشهد ما قبل انطلاق هذه القمة التي سوف تكون خلال الساعات القادمة. سوف يكون ضيفي وضيفكم في هذا الاستوديو الأستاذ عبد الوهاب السلمي، وهو الأستاذ المشارك في كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبد العزيز. في البداية أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الوهاب. لو تحدثنا قمة خليجية مع دول وسط آسيا، هذه القمة سبقها عدد من القمم، ولكن نتحدث على هذه القمة فيها تقارب خليجي مع دول وسط آسيا، تقارب في الجانب الجيوسياسي وأيضا تقارب إقليمي لهذه الدول. كيف ترى المشهد بشكل عام قبل انطلاق هذه القمة والعلاقة في كسب هذه الدول إلى التحالفات في دول الخليج؟ طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لعله في البداية لما ننظر إلى اللقاء التشاوري الأول، للقاء التشاوري 18 لدول مجلس التعاون الخليجي التي سبقتها عدد من اللقاءات وعدد من القمم، لعل آخر قمة كانت خليجية كانت قبل عدة أشهر، وهذا يؤكد ويجسد رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتعزيز أيضا التعاون الاستراتيجي مع كافة دول العالم، ومن ضمن ذلك اللي هو دول آسيا الوسطى سي 5. لعله أبرز يعني المهام وأبرز الاتفاقيات وأبرز الجوانب التي ممكن يعزز فيها عدد من الجوانب، سواء الاقتصادية، السياسية، الأمنية، الثقافية، كذلك السياحية مع دول السي 5. أبرز جانب من هذه الجوانب اللي هي الجانب الأمني، والحقيقة عندما نرى أنه ظهور الإرهاب ويضرب أطنابه في عدد من الدول، تعزيز هذا يعني التعاون بين هذه الدول ضروري جدا لتعزيز ومكافحة الإرهاب. بعد استقلال دول آسيا الوسطى، ربما ما كان هناك فيه تعزيز تعاون مع هذه الدول، لكن رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد منذ عام 2015 نشأ أول حوار استراتيجي للدول العربية مع سي 5، ثم بدأ سبق ذلك قبل سنة تقريبا الاجتماع الوزاري لدول السي 5 مع مجلس التعاون الخليجي، والآن وصلنا إلى قمة عقد القمة في جدة في المملكة العربية السعودية، قمة مجلس التعاون الخليجي مع دول آسيا الوسطى. سيد عبد الوهاب، يعني احنا ذكرنا منذ الصباح انه هناك عدد من الملفات مطروحة وعدد من التقارب مطروح، ولكن قيادة المملكة لهذا الملف وأيضا قيادة المملكة إقليميا للتقارب الخليجي مع دول وسط آسيا، التحالفات التي كانت في الغرب الآن هناك تحالفات في الشرق، أيضا هذه الدول تملك مخزون استراتيجي ونفطي وأيضا مخزون غذائي، كيف ترى انفتاح الدول الخليجية على المشرق وكيف يكون العمل في هذه الأطر لخدمة هذه الدول الخليجية؟ لعله نستذكر هذا يأتي تجسيدا لمقولة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قبل عدة سنوات، أن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون ستكون مختلفة بعد 5 سنوات. كانت العلاقة سابقا في متركزة بشكل أكبر على الدول الغربية بين أمريكا والدول أوروبا، لكن الآن أصبحت لدى المملكة العربية السعودية انفتاح أكثر لعقد العديد من القمم. لعلها بدأت من البداية لعقد القمة، قمة جدة للأمن والتنمية للولايات المتحدة الأمريكية مع
مجلس التعاون الخليجي بمشاركة مصر والأردن والعراق، تلا ذلك أيضا القمة الخليجية الصينية، وهذا تجسيد للدور الكبير للتعاون. قبل عدة أسابيع تم عقد الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي مع روسيا قبل عدة أشهر. تم أيضا عقد وتكوين شراكات استراتيجية مع المملكة العربية السعودية، مع الهند، مع اليابان، مع كوريا الجنوبية. المملكة العربية السعودية منفتحة لعدد من على جميع الدول. ربما في المستقبل القريب، أعتقد بالأشهر القادمة، سنرى أيضا القمة الخليجية مع عدد من الدول الأفريقية أيضا. هذا كله انفتاح كبير، ترى المملكة إلى عقد شراكات عديدة، ليس فقط على حصريا على دولة معينة أو مجموعة معينة أو جهة معينة، لكن علاقات المملكة العربية السعودية ستتنوع، وهذا انطلاقا واستكمالا وتجسيدا لرؤية المملكة 2030، وتعزيزا أيضا وتأكيدا لنجاح رؤية خادم الحرمين الشريفين في يعني تعزيز العمل الخليجي المشترك ووضع استراتيجية ملائمة للتعامل مع العديد من الدول. أستاذ عبد الوهاب، يعني التقارب له نوعية خاصة، نعلم أن هذه الدول لها نمو اقتصادي الآن متسارع، النمو الاقتصادي هذا يعكس على طبيعة العلاقة، كيف ترى تسارع هذا النمو الاقتصادي في دول وسط آسيا وأيضا التسارع في النمو الاقتصادي في المملكة ودول الخليج؟ المملكة لم تنفرد بأن تكون هذه القمة هي لوحدها، ولكن كانت تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، كيف هذا يساعد على النمو الاقتصادي بشكل مباشر ويكون هذا الاقتصاد على سرعة متوازية مع هذه الدول خلال السنوات القادمة؟ دول السي 5 صراحة الحقيقة لديها جانب اقتصادي كبير فيما يتعلق بالنفط والغاز، وهي يعني بعض هذه الدول ليست من ضمن يعني مجموعة أوبك، لكن تسعى المملكة العربية السعودية وتعزيزا لمكانة مجلس التعاون الخليجي لعقد علاقات اقتصادية كبيرة من الجانب للتفاهم بالجانب النفط والغاز، كذلك من الجانب الزراعي، من الجانب السياحي، من الجانب عدد من الجوانب الاقتصادية التي هي مهمة حقيقة، خصوصا في ظل الأزمات. يعني مثلا على سبيل المثال كازاخستان هي تعتبر من الدول الكبيرة المصدرة للقمح، وهي الآن ننظر إلى الأزمة الموجودة الآن، الأزمة الروسية الأوكرانية، وتعزيز التعاون سواء المملكة العربية السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي مع بعض هذه الدول ومع دول آسيا الوسطى لتحقيق الأمن الغذائي، ليس على فقط المستوى الخليج العربي، لا أيضا على مستوى العالم بشكل عام، لأنه تعزيز العمل مع هذه وضع اتفاقيات استراتيجيات للتعامل خصوصا يعني تحقيق الأمن الغذائي اللي مر على العالم في عدد من الأوقات يعني يستلزم علينا النظر لها بشكل إيجابي وبشكل مهم وبشكل استراتيجي. جميل. أستاذ عبد الوهاب، يعني تحدثنا عن الجانب الأمن الغذائي، الجانب الأمني أيضا، والجانب الاقتصادي، لكن لو تحدثنا عن الجانب الديني، هذه الخمس السي 5 هي دول إسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي ولها ثقل إسلامي، وأيضا دول الخليج بما فيها المملكة على رأسها تدعم هذا العمل، هل ترى أن التقارب مع هذه الدول أيضا يكون داعم له الجانب الإسلامي، كون هذه الدول أيضا تحظى بثقافات لشعوبها إسلامية؟ لا شك أنه مكانة المملكة العربية السعودية واحتضانها للحرمين الشريفين هذا يعطي ثقل كبير للمملكة العربية السعودية من الجانب الإسلامي. هذه الدول يعني هي أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وحقيقة نجد أن بعض الدول في دول آسيا الوسطى قدمت العديد من المبادرات للقضاء على الفقر في عدد من الدول الإسلامية، والتي سندتها المملكة العربية السعودية بشكل مباشر دعما لهذه الدول ودعما لمنظمة التعاون الإسلامي، تحقيق العديد من الشراكات للقضاء على الأفكار المتطرفة، للقضاء على الفكر المتطرف، وهذا يعطي ضرورة وأهمية للتعاون مع دول السي 5. نجد أنه حقيقة يعني لو ننظر للتاريخ في الفترة من بعد استقلال هذه الدول ما كانت هناك شراكات حقيقية مع هذه الدول، لكن سعت المملكة العربية السعودية وبقيادتها بريادتها لمجلس التعاون الخليجي لعقد شراكات مع هذه الدول الانفتاح، حتى يكون هناك في تعاون إيجابي كبير من كافة الجوانب، سواء الجوانب السياسية، الاقتصادية، الأمنية، وكذلك الفكرية.
يعني حتى من الجوانب السياسية المملكة العربية السعودية سعت إلى أنه تجد يعني تحظى بثقل سياسي هذه الدول، دول آسيا الوسطى بعد استقلالها، التي تحتاج من دول مجلس التعاون الخليجي يكون هناك فعلا تنوع في الشراكات وتنوع في العلاقات الاستراتيجية مع العديد من الدول. يعني شاهدنا في داخل المركز الإعلامي تواجد كثيف للإعلاميين، ليس فقط الإعلاميين في الخليج والمملكة، ولكن قبل قليل كان هناك وفود كبيرة للإعلاميين من هذه الدول الخمس. يعني شاهدنا أيضا نقل الصورة الحقيقية لهذه القمة، هذا يعكس الاهتمام بالدور الكبير الذي تكون في هذه القمة وأيضا ترقب لهذه النتائج. كيف ترى كقراءة إعلامية وأنت أستاذ المشارك في اتصال الإعلام أنه أهمية هذا العمل لإيصال هذه الرسالة أيضا للشعوب في هذه الدول وسط آسيا وأيضا للخليج بشكل عام؟ يعني الحقيقة لما ننظر الآن للمراكز الإعلامية التي عقدت سواء هذه هنا أو في السابق، نجد أنه بفضل الله عز وجل أنه أصبح الإعلام يواكب تطلعات قادة الدول لتحقيق ونقل فعلا التوافقات ونقل التوصيات التي هي تسعى الدول إلى استقطابها، وهذا أيضا يعزز ليس فقط بجانب الشعوب لكن أيضا يعزز القوة للعمل التجاري لرؤساء أو رجال الأعمال حتى يرون أنه فعلا هناك في تطلعات كبيرة لعمل مشترك مع العديد من الدول. الحقيقة أنا سعيد جدا برؤية هذه القنوات الفضائية والنقل المباشر والإعلاميين والزملاء والزميلات في هذا المركز الإعلامي وهذا الصرح الرائع، أهنيكم عليه وأشكركم عليه. شكرا لك أستاذ عبد الوهاب، وأنت الأستاذ المشارك في كلية الاتصال والإعلام في جامعة الملك عبد العزيز، شكرا جزيلا لك وشكرا على كل هذه الأطروحات اللي طرحتها. الله يحييك. إسماعيل، كما نشاهد الاستمرار في هذه التغطية المباشرة من المركز الإعلامي لهذه القمة، القمة الخليجية مع دول وسط آسيا، هذه القمة التي هي مرتقبة لكثير من المتابعين كونها تطرح في ملفاتها التقارب الإقليمي وأيضا التقارب السياسي والاقتصادي لدول الخليج مع دول وسط آسيا. أيضا هناك الاهتمام بشكل كبير على التحالفات التي تكون خلال الأيام القادمة والسنوات القادمة، كون المملكة العربية السعودية تقود هذه الملفات وهذه القمم. جدة تشهد خلال هذا العام عدد من القمم، كان قبل شهرين من الآن قمة عربية والآن هذه القمة للخليج مع وسط آسيا، كلها حراك اقتصادي سعودي وتنموي وسياسي يدعم هذه الرؤية وأيضا يصب في هذه الرؤية. هذا أبرز ما لدينا، والعودة إليك إسماعيل في استديوهاتنا في الرياض. نعم، أشكرك عبد الله وأشكر ضيفك الكريم على هذه المعلومات وعلى هذا التفصيل. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم في هذه التغطية المستمرة التي بالتأكيد عن القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، حيث ستنطلق القمة وهي تعتبر هي الأولى التي ستنطلق في جدة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول وسط آسيا الخمس بعد ساعات. وتنعقد هذه القمة التي تبحث تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. أيضا تأتي هذه القمة في ظروف صعبة وراهنة في المنطقة وأيضا دول العالم. للحديث أكثر حول هذه القمة التشاورية وأيضا قمة دول آسيا الوسطى، ينضم إلينا من الكويت الأستاذ جاهز يا شباب؟ يا شباب يبدو أنه ليس جاهز الأستاذ، يبدو ليس جاهز ضيف الكويت، سوف نحاول أن نعود إليه حالما يكون متواجد. بدأ مساء أمس واليوم توافد قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي ووسط آسيا الوسطى على جدة للمشاركة في هذه القمة، وهي تعتبر هي القمة الأولى التي ستنطلق بعد قليل غرب السعودية لتعزيز التعاون ذكرنا والتنسيق في مختلف المجالات. منظمة شنغهاي للتعاون لها ثقلها الدولي بالتأكيد، الدولية اقتصاديا وتنمويا، وأيضا المملكة انضمت للمنظمة بصفتها شريك الحوار لتعمل على
مع الدول الأعضاء من أجل التنمية والأمن، وهو وجه آخر للشراكة السعودية مع دول آسيا الوسطى الأعضاء في شنغهاي. نتابع. طاجكستان إحدى دول منطقة آسيا الوسطى، وما يميزها مواردها المائية الضخمة التي تريد تحويلها إلى فرص للاستثمارات والإنجازات. ف65% من موارد المياه لدول استانات الخمسة تمر عبرها، حيث تعد الثامنة عالميا في الموارد الكهرومائية. تشكل مشاريع الطاقة الكهرومائية وبناء محطاتها على شبكة أنهار طاجكستان الواسعة ومد خطوط نقل الطاقة الكهربائية فرصا واعدة لتطوير التعاون بين الدول الخليجية وطاجكستان، التي تحرص على توطيد العلاقات مع المملكة ودول الخليج في ظل تطلعاتها لشراكات طويلة الأمد تمكنها في المجالات الاقتصادية، العلمية، التكنولوجية والسياحية. وعلاوة على مواردها المائية، تمتلك طاجكستان مخزونات من المعادن كالألمنيوم الذي تصنعه، ويمثل نسبة كبيرة من وارداتها، يليه القطن والمحاصيل الزراعية. فرص ضخمة واتصالات متعددة بين مسؤولي طاجكستان ودول مجلس التعاون الخليجي تبرز الرغبة المشتركة للانتقال بعلاقات الجانبين إلى مراحل متقدمة، ومد دول الخليج جسور الاستثمار والازدهار لطاجكستان وشعبها للعبور إلى المستقبل. للحديث عن اللقاء التشاوري والخليجي وقمة دول آسيا الوسطى، ينضم إلينا من الكويت المختص في العلوم السياسية الدكتور فهد المكراد. مساء الخير دكتور فهد، وأهلا بك معنا في هذه التغطية المستمرة لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى. كيف تقرأ هذه القمة، أو ما هي ملامح هذه القمة كبداية؟ أهلا بكم ومساء الخير. لا شك أن هذه القمة قمة مهمة، وخصوصا أنه قارة آسيا من أكبر القارات في العالم، وهذا الحوار يؤكد ضرورة التمكين من التعاون الفعال فيما بين دول آسيا الوسطى ودول الخليج، باعتبارها الدول يعني تتشارك في الجغرافيا، تتشارك أيضا في التاريخ. لذلك أنا أعتقد هذا التنوع الكبير في مصادر الطاقة والغاز والصناعات الخفيفة والثقيلة، لا شك أنه مكمل اقتصادي ممتاز للتعاون الكبير فيما بين هذه الدول، وخصوصا أنه ليس هناك حواجز يعني جغرافية أو تاريخية، وبالتالي تسهل كثير من التعاون ما بين هذه الدول، بل وتبادل الخبرات وتبادل الأيدي العاملة مع هذه الدول لقربها من دول الخليج ومشاركتها في كثير من السمات العامة في القارة الأسيوية. لذلك أنا أعتقد أنه هذا الاجتماع وما سوف يتمخض منه من قرارات تخدم المنطقة الأسيوية بشكل عام، وبشكل خاص آسيا الوسطى ودول الخليج. نعم، أنت تحدثت أنه ليس هناك ربما حواجز بيننا وبين هذه الدول. خلينا نتحدث عن الأهمية الجغرافية لهذه الدول مع دول الخليج كتعاون اقتصادي وسياسي بشكل أكبر. نعم، اقتصادي وسياسي. على المستوى الاقتصادي لا شك أنه دول الخليج ترحب الحقيقة بتصدير كثير من الواردات، قد تكون واردات في الوقت الحالي متواضعة، ولكن
بعد هذه القمة في المملكة العربية السعودية واحتضان المملكة لهذا المؤتمر الهام الخليجي الآسيوي، لا شك أنه سوف يفتح آفاق كبيرة على مستوى تعزيز أواصر الاقتصاد والدخل الذي ينعكس بدوره على الشعوب آسيا الوسطى والخليج. أضف إلى ذلك على المستوى السياسي، يعني لا شك أنه سوف يكافح الإرهاب والتعاون وتبادل المعلومات، وأيضا في مجالات التعليم والتدريب لا شك أنه سوف يشكل مرحلة انتقالية كبيرة في هذا الحوار الهام ما بين أقطار دول الخليج. وأيضا لا ننسى أن دول الخليج هي أيضا محطة انتقال للعالم العربي والعالم الأفريقي أيضا، وأفريقيا غرب أفريقيا أيضا. لذلك أنا أعتقد أنه أيضا دول الخليج سوف تصبح محطات اقتصادية وسياسية وتجارية لدول آسيا الوسطى لقربها من البحار في دول الخليج كالخليج العربي، البحر الأحمر، البحر المتوسط. لذلك أنا أعتقد أنه سوف تفتح آفاق كبيرة أمانة في وصول البضائع في آسيا الوسطى، وخصوصا أنها تشكل دول ما يسمى بدول النمور التي تشمل 5 دول في آسيا الوسطى. لذلك أنا أعتقد أنه هذا المستقبل وآفاق واستشراف المستقبل مع آسيا الوسطى سوف يشكل نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والسياسي. هل نحن الآن أمام شكل جديد للتعاون الإقليمي أو كخارطة طريق؟ نعم، لا، خارطة طريق لا شك، خارطة طريق وخارطة لطريق الحرير الذي بدأ ويبدو أنه يعني على خطى بطيئة، ولكن في ظل هذا الحوار الذي تحتضن المملكة العربية السعودية هناك تحريك للمياه الراكدة في طريق الحرير. طريق الحرير مهم أن ينطلق حتى بداية من الصين إلى دول الخليج، ومن ثم النقل البحري والبري والجوي إلى دول أخرى. فباعتقادي أن هذه السماء المفتوحة ما بين آسيا الوسطى تفتح أيضا أقصى آسيا من اليابان والصين وكوريا الجنوبية إلى أن يكون في آسيا الوسطى، وأن يمتد إلى يعني كما قلت في البحر الأحمر، وخصوصا لدينا أكبر ميناء في البحر الأحمر وهو ميناء جدة، ومن خلاله تنطلق البضائع والموارد المختلفة التي تزخر بها آسيا الوسطى في إنتاجها، وبالتالي تصبح دول الخليج لا شك أنه الموزع الرئيسي والمصدر فيما بعد لدول أخرى. نعم، كلام عن الملوكية المختص في العلوم السياسية دكتور فهد المكرات، شكرا جزيلا لك دكتور فهد على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل. تعد طاجكستان 8 عالميا في الموارد الكهرومائية، حيث يمر عبرها 65% من موارد المياه لدول آسيا الوسطى، ما يجعلها زاخرة بالفرص الاستثمارية والشراكات مع المملكة ودول الخليج. نتابع. طاجكستان إحدى دول منطقة آسيا الوسطى، وما يميزها مواردها المائية الضخمة التي تريد تحويلها إلى فرص للاستثمارات والإنجازات. ف65% من موارد المياه لدول استانات الخمسة تمر عبرها، حيث تعد 8 عالميا في الموارد الكهرومائية.
وتشكل مشاريع الطاقة الكهرومائية وبناء محطاتها على شبكة أنهار طاجكستان الواسعة ومد خطوط نقل الطاقة الكهربائية فرصا واعدة لتطوير التعاون بين الدول الخليجية وطاجكستان التي تحرص على توطيد العلاقات مع المملكة ودول الخليج في ظل تطلعاتها لشراكات طويلة الأمد تمكنها في المجالات الاقتصادية، العلمية، التكنولوجية والسياحية. وعلاوة على مواردها المائية، تمتلك طاجكستان مخزونات من المعادن كالألمنيوم الذي تصنعه ويمثل نسبة كبيرة من وارداتها، يليه القطن والمحاصيل الزراعية. فرص ضخمة واتصالات متعددة بين مسؤولي طاجكستان ودول مجلس التعاون الخليجي تبرز الرغبة المشتركة للانتقال بعلاقات الجانبين إلى مراحل متقدمة، ومد دول الخليج جسور الاستثمار والازدهار لطاجكستان وشعبها للعبور إلى المستقبل. للحديث أكثر انضموا إلينا في الاستوديو الكاتب السياسي سلمان الشريدة. مساء الخير أستاذ سلمان. مساء الخير إسماعيل، وسعيد أن يكون معكم. أهلا نحن أسعد، أهلا بك معنا في هذه التغطية المستمرة. خلينا نبدأ باللقاء التشاوري وبعدها نذهب إلى القمة، قمة بالتأكيد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى. كيف تقرأ هذا المشهد؟ طبعا لقاء التشاوري هذا يعكس تقريبا أهمية دول مجلس التعاون الخليجي والاهتمام البالغ لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدول مجلس التعاون الخليجي في إشراكها في العديد من الملفات والقضايا المهمة الإقليمية والتي تنعكس على دولهم وكذلك على مواطنين مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا اللقاء التشاوري وأيضا من الذي يستبق ويتزامن أيضا مع القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى C5، هذا يؤكد على أهمية انعقاد مثل هذه القمم مع هذه الدول التي تعد من أهم الدول التي لديها تكتلات مهمة جدا تعكس مدى اهتمام المملكة في هذه الدول، وأيضا انفتاح مجلس التعاون الخليجي على كافة الدول وكافة القضايا. أنا هذا اللقاء التشاوري أخي إسماعيل، أنا أعتقد أنه ليس هو طبعا هو ليس فقط نقلا لاهتمام المملكة في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن تعتقد أن المملكة بأنها ركيزة أساسية في إشراك، ومن المهم جدا خلق تكتل مهم وتعاون جديد وتكاملا بين مجلس التعاون الخليجي مع يعني كافة القضايا التي تهم حقيقة هذه الدول. وبالتالي نشاهد أن هناك قمة خليجية أمريكية، هناك قمة خليجية صينية، واليوم نشاهد قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى، وهذه الدول حقيقة من أهم التكتلات التي يعني لها ثقلها السياسي والاقتصادي خصوصا في عدد من المنظمات. وأيضا هذه الدول تجمعنا بهم قيم واحدة، وكذلك دول إسلامية ولديها العديد من التأثير حقيقة التأثير السياسي في العديد من الملفات في العديد من المنظمات، وأيضا نتشارك معها في العديد من الملفات حول ملفات الطاقة والملفات الاستثمارية، وهي دول واعدة في الملف الاستثماري. يعني بالأمس وقبل يومين كان هناك رئيس الوزراء الياباني كان متواجد في المملكة، وأيضا الرئيس التركي، والآن هذه القمم. هل ممكن أربط هذه الزيارات مع هذه القمم؟ طبعا أنا ذكرت لك قبل قليل أن المملكة العربية السعودية استضافت قمة خليجية أمريكية قبل ذلك قبل العام الماضي، وقمة أيضا خليجية صينية. وأيضا نشاهد أن رئيس الوزراء الياباني حينما قدم إلى المملكة كانت المحطة الأولى للمملكة العربية السعودية ثم جولة خليجية، وكذلك أيضا الرئيس التركي أردوغان قدم إلى جدة واستقبله سمو ولي العهد، وكان هناك العديد من الاتفاقيات في ملفات عديدة، وهناك ملف مهم هو الملف الدفاعي، وهذا لفت انتباه العديد من الدول، وهو أيضا يعد من الملفات الجديدة التي تعقد. ثم كان هناك جولة خليجية أيضا للرئيس التركي. أضف إلى ذلك أنه اليوم نشاهد أن هناك
قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى، تزامنت أيضا مع اللقاء التشاوري مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يؤكد على التزامن أو الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي والتكامل الذي نشاهده اليوم، وهذا يعزز من مكانة دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك يعزز من قوتها حقيقة وتأثيرها في العديد من المنظمات العالمية، وبالتالي هذا يخدم حقيقة مصالحها في العديد من الملفات، سواء الملفات السياسية وكذلك صناعة الاستقرار وكذلك أيضا الملفات الاقتصادية والاستثمارية. وأنا أعتقد أن دول العالم جميعا يثقون حقيقة في المملكة العربية السعودية وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لأن هذه الدول تتمتع بالحكمة السياسية وكذلك أيضا لديها ثقة اقتصادية، ونعرف أن الاقتصاد طيب. يعتمد على الثقة، وكذلك أيضا لديها يعني تجارب ناجحة في العديد من الملفات الاستثمارية، وبالتالي أنا أعتقد أن رؤية المملكة وأيضا نظرتها التنموية ونقل المنطقة إلى التهدئة في الفترة الأخيرة جعلت أن هذه الدول تثق في التواصل مع هذه الدول دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد تكتلا واحدا وتكاملا لم يسبق له مثيل في تاريخ مجلس التعاون الخليجي. أنت تحدثت عن نقطة مهمة، هو العمل المملكة في التهدئة في المنطقة وتصفير أيضا المشكلات مع بعض الدول. ماذا نتوقع من نتائج إذن من هذه القمة؟ ما هي النتائج التي ربما تكون هي الإيجابية في صالح جميع الدول؟ بكل تأكيد كل الخطوات، أنا أعتقد من بداية عام 22 من العام الماضي كان هناك حراكا ملفتا حقيقة في الانتقال إلى مرحلة التهدئة، والمملكة حقيقة حملت هذا اللواء، ونشاهد أنها صفرت العديد من القضايا الإقليمية، ونشاهد أن هناك تغيرا أو هناك تصحيحا في المسارات السياسية لدى العديد من الدول، كتركيا كان هناك بعض الخلافات، واليوم نشاهد أن هناك تعاونا لم يسبق له مثيل بين المملكة وتركيا، نشاهد أن إيران أيضا في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد هذا الصلح الذي استمر لأربعة أشهر ماضية كان هناك العديد من التهدئة، أيضا سوريا تتطلع بعد عودتها للجامعة العربية إلى النمو وأيضا الصعود باقتصادها الذي تأثر في الفترة الماضية، وأيضا المملكة العربية السعودية يعني أشركت دول مجلس التعاون الخليجي في العديد من القوى في العديد من القمم في عام 22، واليوم في 23 هناك قمة اليوم في جدة، هذه أنا أعتقد، وأيضا رؤساء الدول وقادة الدول والرؤساء والزعماء أيضا حينما يقدمون للمملكة يقومون بجولة خليجية، هذه أنا أعتقد صنعت مكانة لدى دول مجلس التعاون الخليجي بأنها دول واعدة ولديها رؤية ولديها تطلع للنمو، وأيضا تريد استثمار وتريد تهدئة وتريد استقرار في المنطقة، وبالتالي أنا أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي يعني لا أجامل حينما أقول لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في صناعة استقرار مستقبلي ونمو، وكذلك أيضا أعتقد أنها شراكات لها نصيب كبير من الثقة، وهذا يعزز مكانتها في المنظمات الدولية. ما أننا كنا نتحدث عن بالتأكيد الأزمات في المنطقة وإنهاء هذه الأزمات وانتهاء الخلافات، بالتأكيد أن هناك تحديات سواء دول مجلس التعاون أو دول آسيا الوسطى، ما هي أهم ربما تحدي ستواجه هذه الدول؟ أنا أعتقد التحدي هو صناعة الاستقرار. لا يمكن أن يكون هناك تعاونا سياسيا إلا إذا كان هناك ما يدعمه من التعاون الاقتصادي والاستثماري بكل تأكيد في العديد من الملفات، وبالتالي أنا أعتقد أن التعاون السياسي يعزز التعاون الاقتصادي، وهذا بشكل كبير مهم ويعتمد على الاستقرار والثقة، وبالتالي أنا أعتقد أن حينما يكون هناك تهدئة في المنطقة، وأنا أعتقد أيضا أن دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك في الشرق الأوسط اليوم من خلال هذه التأدية وصناعة الاستقرار وهذا الحراك الذي نشاهده في جدة خلال اليومين الماضية، يعني نتفائل بأن يكون هناك تأثير دولي حقيقة في صناعة استقرار دولي فيما يحدث اليوم بين روسيا وأوكرانيا في محاولة التأدية، لأن هذه كان لها تداعيات أيضا اقتصادية وتحديات واجهتها العديد من الدول، وبالتالي أنا أعتقد أن التحديات واردة
ولكنها أيضا تنظر بمنظور إيجابي، لأنها تصنع نوع من الخبرة في التعامل مع المشكلات وإدارة الأزمات في العديد من القضايا. المهم أن يكون هناك تقاربا في وجهات النظر، هناك تشاورات، هناك تواصل إيجابي في التوصل إلى صناعة مصالح مشتركة بين هذه الدول. هذا الحراك الذي تحدثت عنه أستاذ سلمان، سواء الحراك في السابق والآن والأحداث المتسارعة سواء في المنطقة أو في دول العالم، هل ربما سيكون هناك نظام عالمي جديد مستقبلا في ظل هذا الحراك الكبير؟ هناك مؤشرات عديدة تتحدث أن هناك صناعة دور عالمي أو يعني عالمي أو نظام عالمي جديد، وهذا ليس بغريب، ووجدناه حقيقة فتداولته في العديد من الصحف والعديد من النظمات. أيضا هناك قمة في فرنسا حضرها سمو ولي العهد، وهي إنشاء نظام مالي عالمي جديد، وهذه أنا أعتقد أنها أيضا مؤشرات في أن هناك تغيرات حقيقة في جميع دول العالم، ولكن ليس بالتغيير الذي من الممكن أن يتصوره العديد من الناس، ولكن هو تغيير في حالة التكتلات حقيقة، عدم يعني التكتل فقط في لدى المنظمة المتحدة، ولكن صناعة تكتلات جديدة. أنا أعتقد أن نموذج مجلس التعاون الخليجي خلال 40 سنة الماضية حقيقة صنع يعني نموذجا لدى المنظمات حقيقة التي الناجحة والتي تصنع تأثيرا كبيرا في المنطقة وكذلك في في في, في العالم حقيقة في العديد من الملفات، وأيضا فيما يتعلق في الجامعة العربية. وأنا أعتقد أن هذه التكتلات وصناعتها، وأيضا يعني نشاهد أن يعني ونراقب خلال الفترة الماضية أن هناك العديد من المنظمات، حتى هناك في منظمة في آسيا، منظمة استثمارية أيضا استضافت المملكة العربية السعودية وحضرها سمو ولي العهد كضيف شرف، أيضا قدمت دعوة للمملكة بأن تنضم رسميا لهذه المنظمة. أنا أعتقد أن هذه المنظمات حقيقة في العديد من الدول هي النظام العالمي الجديد، والذي يصنع تكتلات جديدة من خلالها تضمن مصالح هذه الدول. أنا أعتقد أن التحدي الذي يواجه هذه الدول في العالم هي مصالحها وتهديد مصالحها. أنا أعتقد أن حينما يكون هناك ضمان للمصالح المشتركة بين هذه الدول والعلاقات الدولية، أنا أعتقد هي ما تصنع الأمن والاستقرار في هذه الدول، وتضمن أن لا يكون هناك أي أطماع أو أي تدخلات عسكرية أو غير عسكرية أو تدخلات في شؤونها الداخلية. نعم، طب أستاذ سلمان، يعني أكيد هناك في تساؤلات كثيرة وكبيرة، لماذا تم اختيار هذه الدول الخمس بالذات؟ دول آسيا الوسطى يعني تجمعها مع دول مجلس التعاون الخليجي قيم واحدة، وأيضا يعني علاقات تاريخية، وأيضا علاقات إسلامية، أيضا تجمعنا في من الناحية الاقتصادية دول أيضا لديها تأثير كبير على ملفات الطاقة والغاز، وهذه أنا أعتقد أنها تجمعنا معهم في العديد، وهذا سوف يساهم في نجاح يعني التشارك بين هذه الدول. وبما أنها لديها تأثير سياسي وأيضا تأثير اقتصادي، فمن الإيجابية أن يكون هناك تعاون بيننا وبينهم، حتى يكون هناك تأثير حقيقة فيما يخدم مصالح دول مجلس التعاون الخليجي ومصالح هذه الدول حقيقة، نظرا لمكانة مجلس التعاون الخليجي سواء فيما يتعلق في الملفات الاقتصادية والسياسية، وأيضا هم كذلك. وهذا التكتل أنا أعتقد سوف يصنع تكاملا كبيرا، يصنع منه تأثيرا حقيقة في العديد من القضايا التي تخدم المصالح المشتركة. نعم، يعطيك العافية، كلام معنا الكاتب السياسي سلمان الشريري، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح وعلى هذه المعلومات. شكرا. لا زالت أعزائي المشاهدين التغطية مستمرة لهذه القمة، وسيكون معكم على رأس الساعة القادمة زميلي أحمد الزاهر.